يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعن كجر يفصل قيل لحد في بداية السبق وقدره وترتيبه مرنا وأسبابها نفله كوانتقالاني مرنا وإليس حقا لقو أقعذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعن كجر يفصل قيل لحد في بداية السبق وقدره وترتيبه وعن الشيخ رحمه الله تعالى وحكي وعلى الشيخ أن الشيخ فخر الإسلام الأرسام بندي رحمه الله ولاي نحرس جمع وحوري قشور البطيخ حبحبك قلب ديسي أيوه الريال ملغاتي في مكان خال لقو توريم الخالي ونعيدي شوقين فغسلها وميري وأكلها وعني فراد وحاركتي ذلك أريد جارية أدون أياركتي فأخبرت بذلك أرندا وحي قورت مولاها سيد كادي فاتخذ له وحوية ليوسمي دعوة يرمي عسود فدعوة عسود وسمي فدعوا لها وحوية فلم يقبل مو أقبل مركا وحشا يقول لي هاي أرمي مركا دي وكسو قالي أما وكما قالي علماذا أيوم مركا كل بقية سنو قرأيين وعلي وحوكي أوحى للشيء أن الشيخ فخر الإسلام الأرسام بندي شيخ السنة هرين ترجمة دي سو صامرنا رحمه الله الله نحرس جمع قشور البطيخ حب حبك قل أبدي سي أيو الريال ملغاتي في مكان خال مال خالي وعد لا لقطوري فغسلها دباتنا وامي او وحي مرقى عيدي يكسو نايو كدادي فاكلها وعني اندانا وحا ومرقى ديك غيلة لني وچي جيسا انو مرقى عيد وحوي ديسو او بنياد بهرتقى مو باهضو فراتو وحا ريكتاي مرقى نيكا وديكا هيا حبابكا قولف جيسا صور سيدن بيلي عني جارية ادون فاخبرت بذلك مولاها السيد كيدي ايقو ورانطي تلي نشاق وعين قاسو دبات اي كقادي الى هذا الحد ايام اركي فاتخذ مرقى سيد كله فخر الاسلام شاق دعوة عسو مدى يوسمي فدعاو اليها وقياري فلم يقبل ما اقبل مرقى شاخي لذلك ارند ادرت ادو يعني ذو لنمذا نفديسة ايو ديد ايو نفديسة ايو عزين اي علمك اي كرام ديسة وهكذا ساس وكره أي ينبغي وحوهب لطالب العلم قوك علمك دوني أن يكون ذا همة عالية إنه همة سرية شو لا يطمع وآن طمع مركا في أموال الناس دتك حوله هذا آن طمع قال النبي صلى الله عليه وسلم وعري إياك وطمع وعن ذيك لديك يا ذيك أيوه طمع فإنه فقر حاضر فقر حاضره جوك تأوي ولا يبخل وحو نسينا نكو بخيل بما عند وجده سوحا من المال بل ينفق على نفسه وعلى غيره بوا كب حين يوكون فقين أيام قال النبي عليه الصلاة والسلام على الناس كلهم دتك دماندود في فقر بيكس غيهين مخافة الفقر أيقو فقرك عبصر أيام
وحشيخ لي رحمه الله تعالى وهكذا سيدا صوكر يعني أنقرك إن مرقى مشايخ ذا وأوين مرقى همدا سراء يولا هايين وليبا نفوه ذا مرقى يوجهه ذا بدو لين يبني آدمي مرقى وحويديسي سيدا يوجد إيران أيين أي وحو لي هاي ينبغي لطالب العلم قفق طالب العلم وحوها بون أن يكون ذا همة عالية إنو همة سرية شو والله يطمع حال كوني لا يطمع غير طامع في أموال الناس دتك حوله هذا آنو طمعين ونو دمع كيقلين ونو وحك الدونين طمع سين واركي دون ما يسقوا مذمومة أيها دنا دتك طالبين دا يدتك علو علمك أسي درين يحي أو أسي حن يحي وحنولي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحو يلي إياك أذي وقفي وحن ذيك لدي وطمع طمع إن أدتك وحو ذا الضمع ضمع يرجع إكاك شو فإنه فقر حاضر فقر جوك تأوي طمع مثل فلانا يوكوي من يماهي ومد مركات شوكه لأنه قفق هدو زيادة يقرر سيمون دون أيو أيضا وحنو هيسو دي حد أيو فقير يحي سيادر يدد بادتك بخلادا هم وحبا بحنين داتك وحي لان وحبا ما هيسو قفق هدو وحبا ما هيسا إساق اللف ديسا أيا فقير هو باهم بالغير هذا نينو دا يوهو مجاجلين جلين مقالة داني مقول انتي الله ونحريسا أيا إساق وداتك أمرك حولا بدن هيسا هذا دمع كتشرو إيه كرني إيه وحكرون رادين إيه وحي هيسان أن أركين أي متلات كسمييو وحو صوقا ذي وسنده لباه إيه كرس إيه رودي إيه وحي الله رمضان أيو اسكسو دروين تو ورنجلي أيو دواتر هلقا ديكتا صار بير كويس غبطي ورقا جوان قاجون يا وحسي ورقا جوان يا وحسي انتو سوقيا ذا لمري de waxana duuga siyaasadeed halku siyaasadeed u umbayle war ku war arkin maaye wixii siyaasiye waan gaajoolayay ayuu dabeytara wuxuu ka matelay marka dadka waxayse hadana wuxoodi aanay ku filaynay wax kale un marka raadsanaya inay marka faqriga haadirka inay ku sugan yihiin aanay marka waxba haysanin marka iyaka wa tamaa fa innahu faqrun haadir faqri joogta weey hadithu wa hadith da'ifa عمد غيركونا مطروح أي كتريان طبراني بأن معجب الأوسطك كصو ساري وحنا ولم الأسعد إياك وطبع فإنه الفقر الحاضر وإياك ما يعتذر منه يعني وحنا ذيك لديك إذيك هي طمع وفقر تاقن وحاضر وحنا ذيك إذيك وحا مركا دي لك عذر دارتي هذا وتقفك ومركا كعذر دارنا يوم شاهد أي مركا اتشلاء أيها نسنا ضعيفه ليلي يا نبي الله ما الغنى محي غني نما تحي برسو عريا الياس مما في ايدي الناس وين اتكقو ستقن النما وحوي ان اتكقو ستو وحي ددكو غعمها كو هيان وياك وطمع فين الفقر الحاضر اديك يا وحي نيك لديك يا طمع وفقر جوجتا ولا يبخل وحو ناكسن ان انو كبخيل بما عنده وحاجتي ساهم من المال حولينا نقف طالب علمي علي وعلمي كان نكون بخيلين بل ينفق على نفسه نفدي سايو كبح نكون فقين وعلى غيره نواكون فقين ايا استقوا إله الرعالي أهنشيسا دون ايا قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وحري الناس ضدك كلهم في فقر ضدك لما أنت فقر أي يكسوا جيهين مخافة الفقر فقرك عبس الشدي درتد أي ضدك مرقع فقري أي يكسوا جيهين حديث يعني حديث أصل له معها أنبي عن مال وكسوا جيها يا كتب الحديثة مجر ذي حديثا أصل له وي وكانوا وحيا هايين علماء في زي يعني أرديد وأمدتك مرقع طالب العلم قاهب في الزمان الأول وقت يرى يتعلمون الحرفة حرفة فرسمائي برنجرين ثم يتعلمون العلم علم جنوى برنجرين حتى لا يطمعوا سياني وطمعين في أموال الناس ذاتك حوله ذا سياني مركا وطمعينه دي آن مركا دمعوا ققرين وفي الحكمة وحي حكمة دناهيد من يستغنى بمال الناس
دادك حوله هذا كمرجع إسكو غني يلا إمرجع غني إسكو غني جاء واحد دادك أنجح حساب طبعا افتقر كاس مرجع وفقير ويفقير أي نقطة والعالم عالم كنا قف عالم كعلم يقنا إذا كان مركو طماعا مطمع بدن مركو يهيم لم يبق له حرمة العلم حرمة العلم وما باقي هاتو ولا يقول بالحق حقنا ما إلى هذا ولهذا سياد رادد يا كان يتعوذ صاحب الشرعي شرعي يا صاحب جيسي عليه الصلاة والسلام منه وكاك ما ينقل الجري ويقول وحن الجري يعوذ بالله من طمع إلهي وحن كما ينقل يا طمع يدني إدوية إلى طبع فالحم إدوية أيان إلهي كما ينقل يا وعوشاق الله وكانوا وحيا هايين دادكي أما دادكو أما دادكي علم دونكا وحيا هايين في الزمان الأول وقت يهوري يتعلمون الحرفة حرفة يصنع يفرسم قعماد أي برنجرين مركا يتابردان ثم يتعلمون العلم علم أي برنجرين حتى لا يطمعوا إلا أن يطمعين في أموال الناس دادك حوله دا أن يطمعينه سي اوغا قنعان مركا وحا يرى حرفدا كسو غليا اي ددك خولهودا اي وا قنعان ددك خولهودا انيغو هانقلتاغين وفي الحكمه حكمتي وحا كسارورهي او كسغنا من يسغنا قوبغا قرينيبا يهودا نيما كراديا بمال الناس ددك خولهودا افتقر كاس فقير اي نقنيا والعالم عالم اذا كان طماعا مركو يمي طمعي سبدن يحي لا يبقى له أباق ما من لا يبقي له للعلم ورياب ما يعني لا يبقى له أباق نغن ما يو حرمة العلم علمي حرمة ديسي أباق نغن ما يو علمي ديسي ينب ديسي نواذ اللين يا دي وحكة هوسة ينا مركة وار هادين يا هوسة يودعي ولا يقول بالحق حق نغن ما يو دي أفوح ريحشو ويا سادر هذا با يعني نن عقله هذا وافريسي نن وينو ده تدواتنا يسا نضوط يعني عقل صاحا حلية ده وذاتك ده أرهيرها وندل صارك كوها يأنو كاكاب دونين أيهو عروارانك حلية يهوري سيدان ودونين لنغو تنبو وذاتك كتابك نوغيه لتريبون إذك وحنا الشيكي سانو كرن من نبو سيدان ودونين لنبو وذاتك يهو شرعي نوافلشين تريبون ده وذات باهم ومرك رزقي الله هيو من لا يملك قوته ولا يملك قراره وحل لقفك هدان قوت كيسا يسن قرار ماله قرار ولي هي مجره قوان ماله هد بوحي لو ديبو دائما كان واتن داميل ايو بري بيدي با لبحي واروا بري بيدي با لقول لي والله شبت معنا والله حدنا يا وحوغي با لقول شبايو ديتان انتي لقول شباي ايو كاد انقنا بريدان كشون بيرونا انقنا وارو كحدين دونا مرك قفك بري بيد كاس had bay intii lagu shubay marka hadlaya ayuu noqonaya sida al-hafiz ibn rajab majmuu ar-rasa'il kisa marka laga soo guuriyay ilaahay culimadana wuxuu ku sifeeyay de cabsi ayuu ilaahay ku sifeeyay inama yakhsha allah min ibadihi al-ulama ilaahay wuxuu ku sifeeyay adunyada marka de inay xaqiraan oo ka saahidaan oo aanay dadka kala mid noqonin markii qaaruun uu ku soo baxay marka isagu siinadiisa iyo quruxdiisa leh de ku nolosha adduunyo doonay waa ku dhay allah muuqno suqnaado yaani qaarun waxa la siiyo kala dheef weyn weeyaan markay dadkii wax magaladka hayay juhaashi ku imbihaareen ee ay ku il wareheen wixii ninkaasi ay siiyay wuxuu isaba waday wa qaal alladina utul ilma ilaahay wuxuu kuwii cilmiga la siiyay waxa ilaahay weelakum sawaabullahi khayrun liman aamana wa amila salihan wala yuraqaha illa sabirun ورهوغين إلهي أبا المريد يساك خير بضن وقفي عن قفك إلهي من يعمل وناكس السمائية تاس أياك وناكس وحن دلالا ليرع الدنيون قيمة لهين وي دواتي مركبة للك للقوي عبد الله بن مبارك أي وحن لقول السلابان لقول قرطا عالم كالصادقة هرون تشيقية الذي يزهد في الدنيا ويقبل ويقبل على أمر الآخرة waxa way amrika adduunyadana ka saahideen iska daba ridin aakhirana qaabila ay xaqeeda u jeesaan imaam ahmed baarinda loo sheegay wuxuu nacam haakada yanbaqay ay kuun waa sida ay tahay caalimku inuu ahaado
إمام أحمد وحو كوين قيري جري دادك ألو علمك الدنيا شعيلك إيا كد ذلك وحانا وين وحا هلاقي أهل علمك حد أهل علمك وحا هلاقي بها الليلي وإن دادك جوهاشا هانا مركا دي سيحن إيا إلحن إيكو أركان ويعني ضد بدن لقف الدلاء ومركا يقول اسكعب هذه صونا قوم برهين وحوي طمع الدنيا الصقري علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيا ننقي صونا يا وضد قصوا أخرين يا أي أيب بركاسور سؤال بانك ويدين يا حداد كب حدا ونايس هذيك خلي وش أسان دبدك فوق بنبور ورسل يا أمير المؤمنين يويدي برقاساوي عقولي ما ثبات ديني وزواله دين دم حي كسر قناعته ما حي سكسر شاي كتكتع وعري ثبات ديني الورع وزواله الطمع دين دم حي كسر قناعته حلال ميرشو إنه قفقو حلال ميرتو أو ح حلال شا كدة دالو أو حاران تيسكيل عليهم شبهات كيسكيل عليهم دين دم حي كسر شابوري الطمع بوري مرقو قف جهل الدين كأقف ضماع النقضة أودت كحول هذا وضمع حول هذا مركز دانه تاني الدين دعية كسب شبل قصاد بور أديق أكهر أيه تايدك إنه قصاد وحش يا جه أرندا علي بن أبي طالب إن أبو نعيم بمرق حليه قصاد صاري وحنيت السنة يسا قف جادت كعلم جوفا في ريا دتك كلا هلا يا إنه كحلال ميرش وحي قعدنا كهيان إن أنا حوله هذا يرزق هذا إن أنا طمعين إن أنا دوانين قلوبته هذا إنه سوتش يسيو لكن علم جيس إنه فافي إلى هدرتي ضدك مركا حوله هذا أنا إنه مركا كحلال ميرته مركا سع علم جيس يا قندي صلا قادنا يا لكن هدوه قفض معه ضدك وحوي دي سنة يي هاي إذن وحبا كده جيسن ميسو سادر أدد ما وحا هورا لو يري وحشيك وداد وحسيبا كدام بيسا هدو وداد بكو وعديو أو مركا عامدا وعديو وحشيكو مركو وعدي قادم بيو دي وحوا يجينا يديبا أيا كدام بيسا بالليل دي بتنين لما ده جيسن يو والله اسكاك كعيا مركا الصدقاء دا إيا كهد ليان وحبي حنتا دي واتي لو قبيه اللي دي خانياك وهوين وعديكو مركا نرد عيساني إنا يدوكو ديبتان محلو قدعواي والوداده دي أرجع أنت هاي ستان ما نحن هاي صناعي وذي وحنا مركها وناقة صدق ذي وح بحدي كشيء جيء أدوك محد بحن ويدي أدوك محد بدعي ويدي مركها يعني وح صاف والحماة ده مركها علماء بخيلين نقطه مركها طماعين نقطه مركها أيضاً كونا يضل فوران أي وح صدم أي كي مريم أبو الحزم الزاهد نلا إلى هذول أي وح يري وحنا صام مري حلي آنو نن عالمين مدح دوني نن ننقوها إذا علم اكتفى بالعلم مركو علمي برت علمي قاسوا حكى لبك كاف دوم تشري دبا تنا أمر هذا إياه ما ذحدا إياه قريه هذا وقوي من تشري وحكى قاعدن تشري سدى صي مرك الله بدك كوحات بعو لماذا إياه إياه ما ذحدا بقى يكون هجاج تشري مرك أي على أمر هذا أركتي إنا علم هذا قريه هذا يمادين إنا يلفر إنسان إنا الدنيا دي وحكى عندك ويا إنا يخد ورينا أيجي مركها أكتر ذي بيكوفوا ذا ذي العلماء ذي أقوى يكون قيمة دعين وحي يجوا هيين نعدي واق هذا وإذا يو سدى صار مركها أيجي لا يكون على كسبين كوي ما أحد هنا يكون على كسبين نين عربية أي وح صاجر أي مجال ذا لا يراب بصرة مركها سو علم من سيد هذه القرية تولد يا سيد يا أم ضحى مركها سال لي الحسن البصري ليه حسن البصري اللي يراه ذو مركز سوري بما سادهم أمحوم ماذا حقوق نقضين كاسي مركز سوري احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم إساقوا وحوكو قاوداتكو مركو وحارتو كاوداتكو إساقوا داتك الدنيا دو دي داتك نوحا يبا هذين علمي يسي مركز داتي علمي يسي يبا هذين إساقوا الدنيا دي إساقوا الدنيا دو دي مركو كاوداتكو إساقوا مركز ماذا حقوق نقضين وحكى له لقى وريين لحسن البصري إنه لكل شيء شينا شيء كساوح لا يعاب يفول حمو وشين العلم أطمع
علمك فول حمدي سنوى طبعا من زاد علما فزاد حرزا لم يزد من الله إلا بعدا ولم يزد الله له إلا بغضا قفق علمي كرر الصدى اهدنا الدنيا شعيل نسيك كرر الصدى إلهي اكتسى فوق شوحا نهين كما سياد سدو إلهينا عرم ويانين عدو يحكى لنهم كل يوم وحكروا الله وريي الحسن إنو مالين صوق علي قل يا قرائي هارقي قرآن كي يقرأت كي يقانني أو صلادين دي الباب دو تاجن مركزا وحري أقرحتم جهاد جباهكم وتشيدين إن مرهاوي يشين كبيه الناس يلقاو تاجن يدين باكم برم بليسين وجيتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم وحنت بعدين علم جيدك وقرها كسر الباب دي مدحضة أياك عندي فزهدوا فيكم دوا تنويد النعين هدا قريه نفريس الله هيدين أيها أيادين إيمان لها تاسا مركا يندو هودا أكو إلى الله هيدين ودين دون أيكو إلى الشام إلى هيد أيها قلنا أيكو إلى الشام إلى ينو تفرق وفرق الله بين أرواحك وأجسامك وهبر وارك لتقبل الله هيدين كلك حي ما يشك الدقاق وحك رأي الذين علمنا من لا يصون نفسه ولا ينتفع بعلمه ولا ينتفع غيره به قفق أن نفديس إلى لنن علم جيسا كما انتفاعه ادكرن علم جيسا كما انتفاعه وحين مركا قبادو تهي الدنيا دا كد ذلك إيا طمع أيضا يفالح تهي حدا نددك علماء دا وليبا مركع الرئيسان أيا كسي فالح تهي وحلين بعض العلماء تابعين دي كميدا أيا مريح نوح داني أمردي غير كودينو لكلمو مركا صم مرايض قاطي قال كي سيوع الرئيسي ومباركي فسولي السلطان والشي ورمعي الرضا أني قوله الدين دا كوع الرئيسي أيان مانت الباب من مدى حيث له ارتاقه مريين تو اسكي سيبي أيو اسكي فريسي وانا تينو سومر إني مركا إن دي أبياد دي مركا أبو الحسن بن عبد العزيز الجرجاني واتينو سوق هذا إن شاء الله وقع سير هدين وقت يالله وين وقريه دون ولو أن أهل العلم سانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه ولكن أهانوا فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم وعلي أهل علمك وهدي علمك إلالين لحايين السقا إلالين لها هدي نفوه ذا كوينين لحايين نوال لوينين لها لكن علمك بيهان يستين مركاسي أيك نفوضا ديني قار مهانين النقدين ودنسوا محياه وجهي علمك وحي كوا سخيين بالأطماع طمع الدنيا يكوا سخيين إلا مركا علمك وجهي سباب ودير مي مركا وعود والعالم علم إذا كان طماعا لم يبقى له حرمة العلم ولا يقول بالحق حقنا مي لهضوم ولهذا ساد رادد أيا كان يتعوذ صاحب الشرعي شرعي صاحبك سوى النبي محمده صلى الله عليه وسلم منه وكما ينجري ويقول وحن ورنجري أعوذ بالله إلهي أيان كما ينجري من طمع طمع أيان إلهي كما ينجري يدني إذا ويؤو إقارس إلى طبع طبع وحري الشين والعيب عيب إيفو الحمى إقارسية أيان إلهي كما ينجري حديث قريب وحديث ضعيفة تمام نقل إلى باب فوائدي سام خصو صاري وحكروا ليهي شاهد بوليهي وصو صاري إمام أحمد يا عبد الحميد يا بخاري تاريض وقصو صاري يا بزار طبراني دعاء وقصو صاري يا حاكمنا مستدرك وقصو صاري يا بيهقر دعواتك وقصو صاري ومعاذ بن الجبل المركة أكواروري أولي سعيد بالله من طبع إلهي كما أنقل طبع يدني يهدي إلى طبع فالحمد أكواروري ومن طبع إلى غير مطمع طمع ما لا أنت مع كتر لك طمع ومن طمع حيث لا طمع إيه طبع مركا ميلا أنت مع عشرين وحلق الضونه حديث قول مركا مع كوي ساكره سيدا مركا شيخ الباني وتلمامي الحديث ضعيف لا تطمئن نفسه لشيء من هذه الطرق لضرابها وضعف رواتها وعبقبيين وضعيف يهي نفدنا أن يكون حسين إن طرق ده وحكم ذا أو إضراب نجرهم روات دون مركاس أي ضعيفين وينبغي وحابون أن لا يرجو إلى نرجين إلا من الله تعالى إلهي مويان ولا يخاف أن نكعبسا إلا منه إساق مويان ويظهر ذلك كاسنا وحكم مقريا
بمجاوزة حد الشرع شرع حد سيران ديسي وعدمها لأن تدب. فمن عصى الله إلهيك عاصيا خوفا من المخلوق إسقوا مخلوق كعب صنيا فقد خاف غير الله تعالى إلهي غيرك أيو كعب صدي. فإذا لم يعص الله تعالى إلهي مركان عاسين لخوف المخلوق مخلوق كعبس الشديد والراغب حدود الشرع شرعي حدوده سنو إلى اليوم فلم يخاف غير الله إلهي غيرك إلى أن كبغن بل خاف الله تعالى كاس إلهي مكبغن. وكذلك وكذا ساسوكرة أي في جانب الرجاء رجاء مركان عيسنا يعني صدا سوكرة إسقنا وي. وحشاق الله رحمه الله تعالى وينبغي وحهبون أن لا يرجو قفك طالب العلم إلا من الله تعالى إلهي مويا إلا عدك لبحك رجين ولا يخاف إلا منه إلهي مويا عدك لآن كعبصر. ويظهر ذلك تاسر وحيكم موقا إنا نؤلم ويا عدك لك رجين ألم ويا عدك لإنا نكبغرين إيين عدك لو حكي رجيني يكبغر أيو وحيكم مغريسا بمجاوزة حد الشرعي حدك الشرعي قد بديس أيو وعدمها قد بدل أنتينا تاسو ما يكم مغن قفكو إنو مركا إلهي وكالي كعب صر أيو إلهي وكالي رجين أيو إيين مركا إلهي غيرك كعب صنو رجين وحيكو كلم مغريسا كقد بدا حدك الشرعي ونقاي إياك قد بدل أنت إذا تيبوا إنو تباسلوا وعرفون عصى الله تعالى قفك إلهك عبصدا خوفا من المخلوق سوى مخلوق عبصنايا فقد خاف غير الله تعالى من غير الله تعالى إلهي غيرك بك عبصدي. فإذا لم يعص الله تعالى إلهي مركانك عبصنين لخوف المخلوق مخلوق يوحو إلهي أبو ريسوك عبصنايا وراغب حدود الشرع شرعي حدوده سرو إلى ليو حدود الشرع وحلوجه وحو إلى هاي فري ولي مادو وحو إلى هاي ودينا كديرادو أو فلم يخف أن كغب أسنن غير الله تعالى إلهي غيرك جوابتي واتر بل خاف الله تعالى إلهي أيو كعبصي أو كلي أيو منها كعبصي. وكذلك في جانب الرجاء لنا عرجون واساس لأقوم قفق إلهي عاصيام إسقوا مخلوق رجيني يا إلهي غير كبر رجيني هدي أنو إلهي عاصين إسقوا مخلوق رجيني وعدك لو حكيت دور إياه بل إلهي أضيع حدود الشرع يا إلهي وحن قرى يا أم كاسين ميد إلهي رجيني يو عدك لأن رجيني وينبغي وحهبون لطالب العلم قفقي طالب العلم جه وحهبون أن يعد إنه مركاتير يوم ويقدر لنفسه نبدي سرو شانغو يتقدير شانغوين في التكرار حقك على العلم ترى عشرة. فإنه لا يصغر قلبه قلب يسمى السقم حتى يبلغ ذلك المبلغ إلا مبلغ يهلكا وشانغوسي وكجاريو. وينبغي لطالب العلم وحوهبون أن يكرر إنه كعل عليو صاغر سبق الأمس عشر كشري خمس مرات شجر وسبق اليوم الذي قبل أمس ضرات عشر كيدنا أربع مرات أفرشر وسبق الذي قبله كيك سوري ثلاث مرات صدحشر والذي قبله كيك سوري اثنين لبشر والذي قبله كيك سوري مرة واحدة. فهذا كاس أدعى يعني أقوي يريد بضن إلى الحفظ إن وقفك حفظي أو كرك وحكا قبطه. وحلا يا شيخ وينبغي لطالب العلم وهو أبون أن يعد إنو تريو من العد ويقدر لنفسه نفسه سنة وقدر وشانك ويتقدير جميع في التكرار حقا درس كي هوري أخلص الشديسي يرى عشديسي كوعل علين ديسي وإنو عدد إيه ترأيه شانك وإنو إيالا أيها ونكسن. فإنه لا يستقر قلبه قلبي يسمى السقلاني مقيا حتى يبلغ ذلك المبلغ إلا وهل كاقارو إن داو عينتي إلا وقارو قلبي يسمى السقلاني مركو إن دي قارو أيو السقلاني سأصار مركي عادك لقريا را عشدنا ووح مهمة إن بدن أيين ودير قرين يعني داريس كا الحرير كيس يدقائي سيزيا وإن لتشوقتي
كدب سو راعشدي سنة وإن لجوكتية مركاسو نقونا يا كاسي متكو سوغانو أدو قرين دا الفان دا أدسي قد بسوط كل لغان مرا سو نقونا يا حدا أدسي قوين تا إسكباراتو وأد مركا دون دا إسكباراتو مركا دون تا أدشارتو حدا أدسي جوكتا بأدو تبادي آنا تصور عنو تكو العلينين مركاد صوفري ستي يا مركاد ميسو كامل منغوري وحكا غير يا ميتشرو لكن هذا راه تقول على سو قلبي ياجي ايو كسوك ميا او ان سيدا سو مركا كوكسوك ميا مركا تيرو ايو شيخو انو يالي مركا سويري وينبغي لطالب العلم وهابون ان يكرر سبق الامس عشر كي شري قدامي خمس مرات شنشرون راعدو وسبق اليوم الذي قبل امس الكيكه سوري اربع مرات والسبق الذي قبله كيكا سوريا ثلاث مرات والذي قبله كيكا سوريين اثنين لبا والذي قبله مرة واحدة مركلي إنه مركا كان الرعضم فهذا أدعى إلى الحفظ كاس أيا أقول يارد بضا أقول عيد بضا إنه حفظي أو مركا وكركا كقبطو درس كقيمتي سرالك إنه شكته والله أعلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظب وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.